الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فخامة الرئيسة السيدة مريم رجوي، أصحاب السعادة الحضور الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولاً أهنئكم وأهنئ نفسي وجميع المسلمين بمناسبة شهر رمضان المبارك. أسأل الله أن يعيده علينا والأمة الإسلامية ترفل بالعزة والكرامة والمجد، وأسأله أن نلتقي في رمضان القادم في طهران المحررة بإذن الله من نظام الطواغيت والإرهاب والفرقة. الأخوة والأخوات الحضور الكرام، لقد جئتكم من مملكة البحرين متكبداً عناء السفر لأطلعكم وأبين لكم ما عانيناه وما نعانيه من أعمال إرهابية اقترفته أيدي البطش والإجرام أذناب النظام الإيراني الفاشي، نظام الملالي. لقد تمادت جمهورية الملالي الظالمة لتصل إلى معظم الدول العربية باحتلالها للعراق من خلال حكومات عميلة، وبطشها بالشعب السوري من خلال حكومات وبطشها بالشعب السوري الأعزل بيد عميلها السفاح بشار الأسد، وتعطيلها للحياة السياسية في لبنان بما يسمى بحزب الله، واحتلالها المعلن لليمن السعيد. لقد قلنا ونقول وسنقول بأن الإرهاب وآلة الإرهاب المتمثلة بالميليشيا الشعبية وداعش والقاعدة وغيرها من قوى الإرهاب والدمار هو من صنع نظام الملالي في إيران، والذي يلقى كل الدعم والمساندة من قبل قوى الشر والظلم المتمثل بملالي إيران. لقد حان الوقت لوضع حد لكل هذه الممارسات التي لا تمت للإسلام بأي صلة، وذلك من خلال سماع صوت الشعب الإيراني بدعم المقاومة الإيرانية برئاسة فخامة السيدة مريم رجوي. فلقد قمنا بمجلس النواب بمملكة البحرين بإصدار بيان قام بالتوقيع عليه معظم الأعضاء لدعم المقاومة الإيرانية فيما يلي بعض بنوده. أولاً، تواصل وتكثيف العمل المشترك للقوى العربية في اليمن حتى قطع أذرع أزلام إيران من أرجاء المنطقة، خاصة في الدول الشقيقة سوريا والعراق ولبنان. ثانياً، نطالب باستتباب الأمن والاستقرار في المنطقة عبر دعمنا لتشكيل قوة عربية عسكرية تكون مهمتها التدخل الفوري لتوفير الأمن للدول العربية. ثالثاً، حان الوقت لكي يسمع صوت الشعب الإيراني ومقاومته المشروعة ضد النظام الحاكم في إيران من قبل الدول العربية، تلك المقاومة التي هي أول من كشفت عن تدخلات إيران في المنطقة، وأن الدعم الحقيقي لهذه المعارضة سيكون خير وسيلة لإحداث التغيير في موازين القوى وتحقيق السلام والأمن في المنطقة. رابعاً، نهيب بالعلماء والمراكز الإسلامية والشخصيات السياسية في الدول العربية والإسلامية إلى رفع صوت احتجاجهم بشكل قوي وفاعل ضد التدخلات الإيرانية في المنطقة. ومن هنا أريد أن أضيف نقطة أخرى، مخاطباً الدول العربية والغربية بأنه كفى السياسة القائمة على المساومة مع هذا النظام، وبدلاً من ذلك ينبغي أن يتم السماع إلى الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية، ويتم الاعتراف بهذه المقاومة كبديل مشروع لهذا النظام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً. يطيب لي ويسعدني أن أقوم بتقديم بيان مجلس النواب البحريني الذي قام بالتوقيع عليه معظم أعضاء مجلس النواب البحريني إلى فخامة السيدة مريم رجوي، فاعذروني. إن شاء الله ويحقق على طريق الناس الخطاب.
شاء الله نلتقي في الطهران. شكرا جزيلا.